اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. ان شاء الله النهارده مع بعض هنعمل كيكه الشوكولاته. بصوا بقى زي ما انتم شايفين طالعه كده جميله وهشه، والشوكولاته مليانه فيها، وهنعملها بطريقه سهله ومش مكلفه، وان شاء الله هتعجبكم. يلا بقى حطوا لي اللايك وما تنسوش تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتي. ويلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو ونشوف هنعمل الكيكة ازاي. انا معايا كوباية ونص من الدقيق، طبعا كله بمج واحد، وحطيت عليها ربع كوباية من الكاكاو وثلاث معالق من النشا او معلقتين من النشا. طبعا كل ده يعادل نص كوباية، يبقى كده اعتبر حاطة كوبايتين. يبقى كوباية ونص من الدقيق ومعاهم معلقتين من النشا، معلقتين كبار، وربع كوباية من الكاكاو الخام. هقلب المقادير دي كلها مع بعض. طبعا هو انا بنزل بالنشا اهو، معلقتين كده هنخنهم كده حلوين، وكمان هحط البيكنج باودر او الكيك شيف اللي متوفر عندك حطيه. انا طبعا مستخدمة هنا الكيك شيف، وهحط معايا بقى هنا احط ذرة الملح طبعا اوعي تنسيها، وهقلب المقادير كلها الجافة مع بعض. هركنها بقى على جنب كده وهبتدي اشتغل دلوقتي في الخلاط. هجيب بقى الخلاط وهحط المقادير بتاعتي فيه. معايا طبعا كوباية من اللبن، معايا كوباية من الزيت على الزبدة، معايا كوباية من السكر. هبتدي بقى انزل المقادير حاجة حاجة. اول حاجة هحطها الكوباية الا ربع من السمنة على الزبدة على الزيت، وكمان هنزل بكوباية اللبن وكوباية السكر. هاجي هنا احط معلقه من محسن الكيك، زي ما قلنا لو مش متوفر ما عندك محسن الكيك حطي معلقه من الخل. وكمان هنزل بيضه 2، ما هحط بيضتين، وهنزل بالفانيليا بتاعتي. حطيت 2 باكت من الفانيليا، لو عندك فانيليا سايبه برضو مش هتقول لا. هضرب كل المقادير دي كلها في الخلاط لغايه ما تبقى عامله زي الفوم كده ولونها يغير وتفتحها كده معايا. طبعا انا كل ده ضربتها يجي اكتر من دقيقتين. كل ما ما بتضربيها كويس كل ما الكيك بيطلع معاكي هش وجميل جدا. خلاص كده هاخد بقى الخليط بتاعي السايل كله وهنزله. بصوا بقى عامل ازاي ولونه غير ازاي. هبتدي بقى اني انا احطه، انزل الخليط ده كله على المواد الجافه اللي احنا حضرناها. ابتدي بقى انزل بالخليط وهضربه كويس جدا بالمضرب. بصوا وانا بنزل كده بضرب، طبعا زي ما قلت لكم الكيكه بتضربيها على جهه واحده ما بتغيريش. انا هضربها دلوقتي اهو بالمضرب اليدوي، مش هستخدم المضرب اللي بالكهرباء عشان الناس اللي ما عندهاش المضرب اللي بالكهرباء تبقى بتستخدم المضرب اليدوي عادي، مش هتفرق معاكي. اضربيها كده كويس جامد جدا اهو. اضربي، ايدي وجعتني يعني بس بضرب. طبعا هي بعد ما ضربتها، وبص بقى العجينة عاملة ازاي ما شاء الله بتاعت الكيك تطلع هشة، ولما كل ما تضربي فيها كويس كده هتلاقيها تطلع هشة وجميلة معاكي اهو. خلصت ضرب فيها خلاص كده، ادي خلصت. وهجهز بقى البايركس بتاعي او الصينيه بتاعتك او القالب، اي حاجه اللي هتعملي فيه. انا هعمل في البايركس ده، دهنته طبعا سمنه وحطيت حبه دقيق من فوق، وهنزل بقى بالخليط بتاعي. طبعا زي ما عرفتكم انا مولعه الفرن على درجه حراره 180 زي ما قلت لكم قبل كده. لو الفرن عندك عاليه قوي يخليها على 160 او 165، وبلاش تشغلي المروحه. وانت بقى لو في فرنتك ما فيهاش مثلا التايمر، انت بقى على ايه كل واحد بيعرف الفرنه بتاعته يظبطها. لو عاليه زي ما قلت لك وطي وطيها شويه، ما تخليهاش حاميه زياده عن اللزوم عشان ما تحرقش الكيكه منك وتلدح. طبعا دلوقتي اهو انا هظبط البايركس بتاعي، ومولعه طبعا الفرن على درجه حراره 165، وهدخلها الفرنه ولا المروحه. ودلوقتي طبعا هدخلها الفرنه وهبتدي بقى دلوقتي ان انا اعمل صوص. دلوقتي بقى معايا مقادير الصوص الشوكولاته اللي انا هعمله. تلت كوبايه من الكاكاو، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من الزيت، نص كوبايه من اللبن. دلوقتي انا نزلت باللبن
وهنزل بالسكر، وهنزل بتلت كوباية الكاكاو الخام، وكمان الزيت بقى انا هنزل حبة حبة كده لغاية ما الصوص يتقل معايا. انا كل ده ضربت كل المقادير ما عدا الزيت، لسه ما حطيتش الزيت، هنزل بقى بيه حبة حبة من فوق كده. ايوه، وانتي شغالة نزلي الزيت، يعني والخلاط شغال معاكي نزلي الزيت، هتلاقي الصوص تقل معاكي وبقى صوص جميل جدا. صوص الشوكولاته بجد طعمه بيبقى تحفه وجميل قوي، والكاكاو الخام كمان بيطلع لك نتيجه حلوه قوي. ممكن تحطي حبه فانيليا صغننين، انا حطيت حبه فانيليا صغيرين جدا بس مش عارفه، مش فاكره يعني ظهروا في الكاميرا ولا لسه، يعني هنشوف دلوقتي. بس لسه بنزل في الزيت طبعا، ما شاء الله الصوص ابتدى يتقل معايا. خلاص كده هديله ضربتين كويس كده، وبعد كده هطفي، هقفل الخلاط عليه، بس بحرك الخلاط عشان الصوص تقيل معايا، تقل. هقلبه كده كويس عشان يتحرك في الخلاط كويس معايا، هديله ضربة كمان. ادي بقى اوريكم الصوص بعد ما خلص، بصوا بقى عامل ازاي التقل بتاعه، بجد طعمه جميل والقوام بتاعه حلو قوي ما شاء الله، تقيل وجميل. طبعا لو انت حابه تجيبي شوكولاته، شوكولاته وتسيحيها، اعمليها يعني، ده مش هتقول لا، وهتبقى طعمها جميل برضو احلى من كده. طبعا دلوقتي هدخل الصوص الثلاجه. دلوقتي طلعت الكيكه استوت اهي، بصوا ما شاء الله عامله ازاي، الخله ما فيهاش اي حاجه. هبتدي بقى ان انا اخرمها كده بالخله، وهجهز كوبايه من اللبن، وهبتدي ان انا احطها عليها، بس هخرمها الاول كده زي ما انتم شايفين اهو. بعد كده بقى هجيب كوبايه اللبن، بصوا الكيكه هتشربها كلها وهتبقى طريه كده من جوه وهشه، حتى لو قعدت لتاني يوم اكنك لسه عاملاها، لان بجد بيبقى تبقى تحسي كده من جوه الكيك بتاعها طري جدا جدا، فبتبقى طعمها تحفه لما بتبات كمان. هبتدي بقى دلوقتي هحط، هنزل بقى بالصوص عليها، هبتدي بقى انزل الصوص. بص الصوص جميل ازاي كمان بعد ما اتحط في التلاجة، بص بقى تقيل وحلو جدا طبعا بجد، يعني ده الصوص الاقتصادي بس طعمه تحفه وجميل جدا. جربوه بالطريقه دي وبنفس المقادير، هيطلع معاكي بصراحه جميل، وبصي هتطلع جميله وتحفه. واديكوا شفتوا الطريقه سهله بجد، جميله جميله جدا. بصوا عامله ازاي، يعني بجد الصوص جميل قوي، وبعدين هتبقى من جوه هشه وطريه وجميله جدا. وهنا بعد ما سبتها كده شويه، يعني دخلتها الثلاجه شويه، بس هي ما جمدتش قوي، يعني الصوص يدوبك مسك نفسه. انا ما بحبهاش تبقى صوص يبقى فيها ماسك نفسه، او بحبها كده الصوص بتاعها فيها يبقى مليان شوكولاته كده وجميله، بتبقى جوسي كده وطريه. زي ما انتم شايفين كده، بصوا انا بقطعها بجد جميله جميله جميله. جربوها كده طبعا، يعني هي سهله جدا وطريقتها سهله قوي، اهم حاجه المقادير تمشي عليها. بص بقى عامله ازاي، بجد طعمها يعني كان طعمها جميل جدا جدا بجد. طبعا قلت بقى لازم ادوق حته كده معاكم، فبجد حلوه قوي وطريه قوي من جوه. طبعا كوبايه اللبن فرقت جامد قوي فيها، وصوص الشوكولاته الاقتصادي جميل جدا. طبعا لو انت عندك شوكولاته عايزه تسيحيها طبعا هتبقى جميله جدا برضو، مش وهتبقى احلى من صوص الاقتصادي. يا رب كده الفيديو يكون عجبكم، وما تنسوش بقى تحطوا لي اللايك وكومنت جميل كده منكم يفرحني. واللي اول مره طبعا يشوف القناه ما ينساش يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان تصلوا كل فيديوهاتي، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد. واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.